حمد البيخي بالأمس قلت أن المباراة منتهية، أنا أتكلم عن مباراة الهلال والنصر أو النصر والهلال، شو اللي خلاك أنك تقول المباراة منتهية؟ المعطيات السابقة طبعا، أنا شفت الفريقين خلال موسم كامل، الهلال عنده نجوم أفضل كجودة لاعبين ينهون المباراة بأي سيستم يلعب فيه المدرب، عكس النصر. النصر مستوى متذبذب، يعني مباراة ممكن يقدم شكل فني جيد لكن في مباريات يقدم شكل فني مختلف جدا. الهلال عنده استقرار فني، عنده شخصية واضحة من بداية الموسم، وشخصيته أصلا امتداد لشخصية قديمة، يعني هي شخصية الهجومية، يصنع فرص، يحضر كثير. لكن الأمانة يعني اللي شاف المباراة كان في تفوق لمدرب النصر، يعني اليوم الخسارة من الظلم تحملها مدرب النصر، لعب بشكل رائع جدا خصوصا في الشوط الأول عكس جوسس. جوسس أخطأ خطأ واضح في الشوط الأول، لعب كأن الهلال يلعب ناقص لاعب، لأن مالكم ومشيل والحمدان لازم اثنين من الثلاثة يكونوا موجودين. لكن المباراة انتهت، يعني فاز الهلال. لكن في المجمل أنا أشوف قيادة جوسس في قيادة مدرب النصر كاسترو قيادة المباراة كانت جيدة جدا، وقراءته قبل المباراة بس خسر قيادة خسر. أنا ما أحكم على النتيجة أبو عبد الله، أنا ما أحكم على النتيجة، أنا شايف مباراة ثانية بعد 90 دقيقة. في موجة، في موجة الآن، شوف مش لازم فريق يخسر إن فيه سبب. شلون اعطني خطا اخطاء المدرب في الشوط الاول وقياده المباراه. الشوط الثاني شوط المدربين الحين رجعنا الشوط الثاني والشوط الثاني 90 دقيقه. شو تقول لي؟